جدا لبرشلونة على مستوى النتائج وأيضا على مستوى كرة القدم الجميلة المندفعة كثيرة الهجوم كثيرة الأهداف وكثيرة المكاسب والإيجابيات. برافو برافو لتشافي أنه غير الفريق حول الفريق في 5 أشهر، مو سهل بصراحة، في دوري مو سهل، في دوري قوي. اليوم شاهدنا البرسا ظروف صعبة وفي أزمة اقتصادية عيشها النادي، أزمة اقتصادية وظروف صعبة. الفريق اليوم قدم مباراة كبيرة، مباراة تاريخية بالنسبة للبرسا. اليوم 90 دقيقة البرسا سيطر على المباراة، دفاع قوي، دفاع حصين، وسط ميدان، استمتعنا بوسط ميدان البرسا، تحكم في المباراة 90 دقيقة. وفي الشوط الثاني يعني أوباميانغ وتوريس سيطروا على دفاع فريق الريال. الغريب أنا حبيت نعرف ماذا قال المدرب أنشيلوتي بين الشوطين، لأن في الشوط الثاني دفاع الريال مش موجود من الدقيقة الأولى، ضيع توريس، يعني توريس وأوباميانغ سيطروا على 4 مدافعين، شوفوا وحدهم يلعبوا توريس وأوباميانغ، شوفوا الهدف الممتاز. تحولت المباراة إلى مباراة استعراضية في الشوط الثاني، 20 دقيقة الأولى في الشوط الثاني كان ممكن برسا يسجل 4 أهداف، سجل هدفين وتوريس وأوباميانغ ضيعوا كل لاعب هدف. لهذا اليوم ريال مدريد غريب رد فعل ريال مدريد في الشوط الثاني، مش موجود في الشوط الثاني ريال مدريد. وكأنه هل الصدارة مهددة؟ كارفاخال تحدث عن فارق مريح الآن 9 نقاط، ما فيش فارق مريح بين الريال وإشبيلية، 12 نقطة عن برشلونة، مباراة أقل لبرشلونة. برشلونة يفوز في المباريات المتبقية يصبح المرتبة الثانية، يعني الفارق 9 نقاط، وكل شيء ممكن 9 نقاط. لكن أعتقد أن هل غياب بنزيما، مش معقول غياب لاعب بنزيما تأثيره كبير على الفريق، لكن اليوم دفاع الغريب، دفاع البرسا، دفاع ريال مدريد، دفاع ريال مدريد مش موجود في الشوط الثاني، ميليتاو مش موجود، ألابا مش موجود، ناتشو مش موجود. وغريب أنه بين الشوطين قلنا ممكن يرجع الريال، لأن 2-0 النتيجة ممكن ترجع، لكن الريال في الشوط الثاني خرج من المباراة. وأعتقد أن شوف الدقيقة الأولى، الدقيقة 45 ينفرد محقق ضاع، أوباميانغ عمل مباراة كبيرة، يعني مكسب كبير. أعتقدت أن اللاعب هذا ينتهي مع أرسنال، لكن شوفوا قوة تشافي، أحيا اللاعب هذا من جديد، كأنه لاعب عمره 20 سنة، عمل استمتع في الشوط الثاني، وراه لاعبين ممتازين، وراه بيدري، وراه لاعب ديونغ، وراه بوسكيتس. اليوم الفريق الكل قدم مستوى جيد، برافو لتشافي، انتدابات ناجحة إلى حد الآن. توريس اللاعب أوباميانغ اللي قدم شوط ثاني، شوفوا الأهداف، يعني كان ممكن في الدقيقة 57 الريال يسجلوا 6 أهداف. غريب الريال بصراحة، رد فعل الريال في الشوط الثاني غريبة جدا، الريال مش موجود في الشوط الثاني. أعتقد أن اليوم خيبة أمل بالنسبة لجماهير ريال مدريد أنه يخسر 4 أمام على أرضه أمام جمهوره. ما أعتقدناش ولا إنسان كان يتوقع النتيجة هذه، كان ممكن البرسا يفوز لكن مش بالنتيجة هذه، ورغم أن كورتوا معناتها أنقذ الفريق في عديد المناسبات. برافو لتشافي، برافو للبرسا، أحيا اللاعبين، رجع القوة اللي عبها البرسا في الشوط الأول وحتى في الشوط الثاني، الروح القتالية، فريق مسيطر، فريق عنده حلول، فريق عنده معناتها أفكار كبيرة بين اللاعبين، هناك انسجام كبير بين اللاعبين. وحتى لما غير في الشوط الثاني ودخل ديباي، دخل البرسا بقى مسيطر على المباراة. أعتقد أن البرسا هذا ممكن يمشي البعيد في كأس الاتحاد، وممكن في المواسم القادمة يزيد يتحسب من انتدابات أخرى، معناتها يرجع بسرعة باش يلعب الأدوار الأولى سواء في الدوري أو في الشامبيونز ليج. ذكر بوسكيتس أن برشلونة كان يمكن أن ينهي المباراة بنتيجة أكبر، وقد لاحظنا فرصا كثيرة ضاعت مع تألق لكورتوا، كان يمكن لهذه المباراة أن تكون فعلا تاريخية أكثر بكثير من 4. صحيح صحيح، ده كان فرص كثيرة محمد، خصوصا الشوط الثاني، الشوط الثاني مع بداية الشوط الثاني كانت 3 أو 4 فرص، وهنا فرص الشوط الأول. اليوم ريال مدريد ما شاهدناش وسط الملعب، اليوم تحس أن ريال مدريد خصوصا الشوط الثاني أنه يلعب بدون وسط ملعب، لأنه بسرعة يصلوا للمرمى المهاجمين. أنا اعتقادي دائما قلت بنزيما ليس فقط 98% من ريال مدريد، عندما يكون بنزيما موجود ليس في هذه المباراة فقط محمد، يعني غافل عن المباريات، فريق ريال مدريد يجد صعوبات كثيرة في عملية تسجيل الأهداف.
ودائما حتى على المستوى المعنوي والذهني بالعكس يحفز اكثر اللاعبين، وعلى المستوى الذهني تحس ان اللاعبين يلعبون بثقه اكثر، لكن غيابه اليوم اثر بشكل كبير على على, على ناتشو ذكر التراخي، دخول بعدم تركيز كثير. اعتقد التراخي هو يلعب ضد ريال مدريد، هم اللاعبين محترفين، ليس مساله تراخي. زود تطرق اكثر من مره يوسف لفارق النقاط بين الريال وبين المنافسين، الكل يعرف ان الكلاسيكو وضع اخر ليس له علاقه الامر بفارق النقاط. هم يعرفوا هذه الاشياء محمد، يعرف ان الكلاسيكو مباراه خاصه وفوز فيه طعم، عنده طعم خاص، رغم انك يكون برشلونه او ريال مدريد يعني بعيدين عن بعض بكثير من النقاط، لكن دائما الفوز يعطي ثقه. هذه مباراه تاريخيه بالنسبه للفريقين، بالنسبه لبعض اللاعبين اللي اول مره يشاركوا كذلك في الكلاسيكو. يعني كميه المرات اللي وصل فيها برشلونه بفرص محققه للتسجيل في هذه المباراه ربما لم نشاهده في اي مباراه اخرى في هذا الموسم محمد، يعني تقريبا 10 فرص محققه للتسجيل. لان ريال مدريد تكتيكيا لم يكن جيد، لان منظومته الدفاعيه لم تشتغل بشكل جيد، دفاعيا كانوا يصلوا بسرعه. بس هل يعقل مدرب مثل انشيلوتي يشاهد مباراه 90 دقيقه تتكرر السيناريوهات تقريبا كل 15 دقائق وفرص محققه دون ان يغير شيء، دون ان يستطيع فعل شيء؟ هو الامكانيات هي اللي عنده موجوده محمد، موجوده الامكانيات هي اللي موجوده، دخل حتى لاعب اما كامافينكا اللي المفروض كنا قلنا دخل كل اللاعبين، لكن كمنظومة الفريق يلعب بهذه الطريقة، يلعب ضد فريق في أفضل أحواله. بس هل يعقل يغيب بنزيمة ينهار الفريق بهذا الشكل يوسف؟ محمد شفنا العديد مباريات، ليس هذه فقط المباراة، يعني العديد مباريات ريال مدريد عندما غاب فيها بنزيمة الفريق لم يجد حلول. لاحظ الأرقام 58% 14 تسديدة مقابل 3 فقط، 10 باتجاه المرمى من أصل 17 تسديدة إجمالي. تلعب كازيميرو وتلعب مودريتش وتلعب بلاعب كروز، كروز واللاعب مودريتش ما يمكنش يلعبوا كل المباريات، وما يمكنش يلعبوا المباريات القوية بهذا المستوى البدني، صعب لأنهم لاعبين كبار في السن، عندهم صحيح تجربتهم عندهم خبرتهم، لكن هم لاعبين مع من؟ مع ديونغ، مع بيدري، مع توريس، مع كيفين بوسكيتس كبير في السن يوسف، ولو شيبو انهيار هذيه ولو بدنيا كانوا انهار اليوم مستوى بدني مش موجود. ريال مدريد مش موجود. ليش مش موجود؟ في الشوط الثاني من الدقيقة الأولى ريال مش موجود. موجود لأن بدنيا كانوا ما كانوش مستهلكين يا كابتن. تلعب ريال الفريق البارسا تحكم في ايقاع المباراه، رفع الرسم المباراه بشكل عالي، واللاعبين هذو ما يمكنش يلعبوا لك كل اسبوع مبارتين. بعض اللاعبين ممكن تدخل كامافينكا، ممكن تدخل مع كازيميرو، مع كروز، لكن كروز مع مودريتش لاعبين يعني اللي اعتقادي بدنيا مش يعني ممكن يلعبوا لك كل المباريات. المفروض انشيلوتي شيبو البرسا لعب ضد جالاتا سراي. انا اتكلم لك على عمر اللاعبين، نعرف مودريتش كم عمره؟ 36 سنه. ولا بوسكيتس يوسف كبير في السن ضد لكن ضد شوف باريس سان جيرمان بوسكيتس راه مع بيدري ومعه ديونغ راه صغار في السن محمد، راه عنده بيدري كم عنده 19 20 21 سنه، ديونغ كم عنده 25 24 سنه. بس ذكرنا قبل المباراه ان ثلاثي خط الوسط في الريال من افضل خطوط وسط في العالم، من ثلاثي ريال مدريد ترد من، لكن بعد مباريات محمد تلعب مع فريق قوي وفريق عنده لاعبين قوتهم في الاستحواذ، قوتهم في يعني تكتيكيا منضبطين، واللاعبين اللي ما يضيعوش كرة بسرعة ويركضون أكثر، وشوف كيف كانوا يضغطوا. والمشكلة فوق ما ذكره يوسف أن لا خط الهجوم ساعد خط الوسط في إبقاء الكرة كما كان يفعل بنزيمة، ولا خط الدفاع حارس المرمى فرق الفريق ساعد فريق الخروج بالكرة. صحيح مش فريق اليوم ريال مدريد، صحيح ممكن تخسر ضد البارسا، تخسر ممكن مش بالطريقة هذه، ممكن تنجيها 6 7 8. يعني البارسا اليوم في كل هجمة في الشوط الثاني يوصل المرمى بسهولة، وسط ما كانش موجود، لا وسط ميدان ولا هجوم ولا دفاع. الفريق ككل اليوم في الشوط الثاني برسا ضد كورتوا، بس هو اخرج كروس وادخل لاعب صغير بالسن يوسف، لا ما يتغير شيء.